بنبالي خليدة مديرة دار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي لولاية مستغانم. نظمنا في هذه السنة احتفالا باليوم العالمي لعيد المرأة الصالون الثالث للإبداع النسوي. هذا الصالون الذي شارك فيه 12 ولاية من ربوع الوطن، شاركوا بأعمال فنية، لوحات زيتية، وأيضا أعطينا نصيب آخر للصورة الفوتوغرافية الذي يعتبر هو عمل فني جديد بولاية مستغانم، وأيضا للمرأة الفاعلة في قطاع الثقافة. شاركت معنا أيضا الشابات الهاويات وطلبة مدرسة الفنون الجميلة، أعطيناهم هما أيضا فرصة باش يكونوا حاضرات معنا يبينوا المواهب الشابة تاعهم. ونتمناو إن شاء الله عيد سعيد لكل النساء الجزائريات. سيدة بالعباسي سامية فنانة تشكيلية من ولاية مستغانم ومنظمة لهذا المعرض الفن التشكيلي في طبعته الثالثة. اللوحات اللي شاركت بها تعبيرا عن واقع المجتمع الجزائري، عن صورة المجتمع الجزائري خاصة ولاية مستغانم. إذن أنا مثلت هذا المعرض بأعطيتهم صورة ولمحة عن الطبيعة لولاية مستغانم، وبدوري عبرت عن المرأة ودورها في المجتمع، يعني باللمسة الفنية، لمسة الأنوثة هي اللي تعبر أكثر من ناحية الفن التشكيلي. السلام عليكم، عكازي فاطمة نورية من ولاية تيارت. أنا مشاركة في المعرض في الصالون بمناسبة عيد المرأة في ولاية مستغانم. شاركت بأعمالي الفنية بمناسبة عيد المرأة، وأتمنى كل عام سعيد المرأة الجزائرية، كل عام وهي بخير وفي تألق وفي نجاح. عريف ريال من ولاية سيدي بلعباس، راني متواجدة حاليا في الصالون الوطني النسوي للصورة الفوتوغرافية كمصورة. وشكرا، نشكر ولاية مستغانم على هذه الاستضافة، وكان لنا الشرف في المشاركة في الصالون الوطني للنساء. وبهذه المناسبة نقول كل عام وانتم جزائريات وانتم جميلات، إن شاء الله يا ربي كل مرأة اللي عندها طموح وأهداف تحققها وتوصل لها إن شاء الله.